مجموعة إذن زار مع السي عبد الهادي اللي احنا كنا شوق. شكرا السي عبد الهادي إذن زار عبد الهادي إيكوت، كنا شوق باش نكتشفوا هذه الأغنية هذه. أول ظهور بعد غياب طويل وطويل بأغنية جديدة باقا الآن في هذا المحل في الميكا ديالها، غادي نكتشفوها في برنامج مسار على شرف عبد الهادي إيكوت. بالمناسبة كنقول لكم ما تنساوش الشهر الجاي إن شاء الله غنكون معكم مع مسار. كونوا أوفياء كما نحن ونحن لكم أوفياء. دمتم بود وبخير وبمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.
نديك ودي نهوي لك انتي البياني لحظة فرح.